السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا مع سلسلة دار الآخرة. لتكذا تايو يكعم كان كسة نميقلسو تمرتوش نكوان الله قناني نلالو بالله فكاد بالله فو تمرتاتش اللي يمجم مريوي تمرت كفلاتش موت نايك أبرهي وسميعو نايتنال كذا ما قتل بلتن يو كفلن العلامات الساعة الصغرى يكعم كان تنعنش ملكتوش ميلو لما داس اسمو كرنال يزاري ودقمو يا الله توفيق هنا العلامات الساعة الكبرى يكعم كان ليدر سسيل ميكستو حالا لك ملكتوش ان السنباء الله سبحانه وتعالى فكاد ان يعلن الله أسألو التوفيق والإخلاص والسداد والصواب. علامات الساعة لمن يتمر تاسفلك سلا قيامة سلا موت من نقاقر بذي تايم لمن نعنقب جابي على الرجل عندنا والله مجمرة ونتب كاني جمرو عبزاني وتشاشين دنيا ندت أعوت معملك جمرنا لكن زب يعلم فكر دنبر على الفعل سذي نفسين من نانتنم سلا تتايو عالم بنا وسا من الواس قدمون دمي تكسون بخشوع عملي ما تعلمني شلال سلا موت سلا قيامة من نقاكر يمجل مريوان نونة بهين هنا تنياو يكام كان تلالك ملك توشي كستو مريض مولو لمولو ناوتان النيوان إن شاء الله يعني رسول صلى الله عليه وسلم ما رد ميقبان النقر تقومون الفوال يا كستت كمم تعطب في تسنكلا نزي قبال عنديت عندما نتكلكلو علامات الساعة يكام كان ملك توش الساعة آتية لا ريب فيها كما ممتعفا ترتر اليوم نقردنا الله سبحانه وتعالى كام كان بفيت يسوى ممتعفا مزقلت ملك توشنا نبياتنا صلى الله عليه وسلم أني النقروش بقلت أبرار لنا لأنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ملكتون عدد صونه يدد بقلت تنتنوع تردد نيوالا إن شاء الله. وفي حديث كما في مسلم من حديث أبي زيد عمر ابن أخطب الأنصاري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من إلى الصحابة صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر عندي نبي يوسف حين صلاة أصدقد ثم صعد المنبر كذام طلاب تجرس منبر لوتو فخطبنا حتى حضرت الظهر ظهور اسكدرس كصبحيس كظهور دعوى در كلهم ثم نظل فصلى كذا مورد الناس ظهورنا استقدون صحابون ماونم تكمتوا علونا فخطبنا حتى حضرت العصر عصور اسكدرس دعوى در كلهم كذا مورد كمنبر فنزل فصلى ثم صعد المنبر كذا منبر لوتو مسايب الليل استكم زريب درس دعوى در كلهم كصبحيس استمع غريب درس بتكت عليه يكأن مولو بروغرام يقول صحابي من إلان فأخبرنا بما كان وبما هو كائن استذاري يعلفون تاريكنا استيوم القيامة مكسة تنكسة بثنو نجر الملان فأعلمنا أحفظنا كن يوس عالي مالت يعنك أني تنجرتني حفظنا ملان رسول لو دفيت ميمة أو النقروج عند اندنا شو هذا الجوني نقرو بات عمي قرمات فعلا هو دوس انقبع العلامات الساعة يكام كان ملك توج رسول بسن الثاني كاستم عروض مرتوستنو بولدت وانا وانا كفلوش كفلان عندن يو العلامات الصغرى تنانش يكام كان ملك توج ميبارو قال فلو تمرتاتشن داينا تنانش عالم ينا مهدي موتات يا رسول مموت يا رسول ملاك علامات الصغرى علامات الكبرى كل سنة تلالك كما مدرس مياوجو ملك توتش النزيه ملك توتش علامات الكبرى نبي عشر صلى الله عليه وسلم مسلم لا يتزجبه أثر ملك توتش بهونه ينقران ذاري بقى الله تعالى يتوسنو سنداستال كما في مسلم من حديث حذيفة بن أسد الأنصاري الغفاري
رضي الله عنه قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر نبي عليه صلى الله عليه وسلم إنيا كتش بلن ديسكاس يتوعين يالا بكال فقال بلوالو ما تذاكرون من دنه يتوعين يالا جهد سلانا قدي هون اسكيم السنة سيستون قالوا نذكر الساعة يا رسول الله إنيا يكام كان نقر يوعين الوحج يكام كان قدينه يسوعين يالا نباس نبي عليه السلام قالوا إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات إنها تقوم أسر وأنا ملك الساتايو كما أتقوم من معلوم كنذي مستكسو الدجال دجال مبال ممتع فطورا زاري لساعتات دستوا إن شاء الله بس سلينا من ناتكورو دجال سايمتا ونزول عيسى نبي عيسى كسماي سايورد يملى سالة نعلم أن يكون هناك ملس ونزول عيسى ويأجوج ومأجوج يأجوج النام أجوج بيبال فطورة الله يوم نبو تالي يزقات شو يس أناكو يوم القيامة في درسي وتالي النسو سايوتو كامات قوم والدخان جسم توتالج الصعصة توتاي كستم وطلع الشمس من مغربها صحي بقبه جبس صعصة كامات قوم صحي بدبعش بتوت عنك فطوران عند مشيت لي ساين بمسرات يتتوافق دين بس بس بدبعش بتوت عنك يجيك بتعم يسدنك بيت كستات الصواب بدبعش بس ساتوت عنك ما يقوم وطلوعي وظهور الدابة مريتوس متوت عن سفالك كما في درس مريتوس وطا سوتشن متنقر أنت مؤمن أنت كافر إيالك متحتم ماهتم متحرك انت ساتوتا نيوالا إن شاء الله وثلاثة خسوف صفت مكسفتك خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب صفت مكسفت سايكسفت بمقراب بمسراك بعرب عويدار الشهر صفت نجر ساتايو وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم بچرا شامي وتاو كاما كما مقومو بفيت سات توطالچ كيمن عالم لي يالو سوتين ود مسبسب ياو بوتا تسبسباتچوالچ ياني كاما تقومالچ اني ان ساتايو كاما اسقومم ميلالو نبي صلى الله عليه وسلم علامات الكبرى اوني ايناچو استروچ بولت يكفلواچو العلماء عندنياو اقتراب الساعه كاما مدرسون ميناجر من المالكرهم سيبال اضطراب الساعة كان نزيوس دجال نزول عيسى ويأجوج ومأجوج نزي كاما درسوا سيبال حلول الساعة كاما قبطوا سيبال بس تقمال يسو من دنو ساعي بقباتش بس توتا كما ريتوس انسا سوايات شوتا ستانا قب هي حلول الساعة يبال داري بالله فكاد اقتراب الساعة يكام كان مكربون منا قرون وانا ونتمرت اندافها لن نبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك وغيرهما من حديث عبد الله بن عم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي من ألو العلامات الكبرى أني كم كان أكثر ملكتك خرزات منظومات في سلك لك عند جمد لي أن تأثر مذكابة وشناتك مصبحتك الله بجمد تأثر مذكابة وشناتك لكن دزاناتشو فإن يقطع السلك جمد سبتس يسبع بعضها بعضا عندو عندو تكتلو سلمي مدر عندو كتكستة لأنه بتكتاتا يكستان دجالي مدر السلي قال لنبي عيسى يوردان نبي عيسى عندورتو يأجوج ومأجوج وتعلو نزال لمقدل الله للا سطوري لكال خرزات منذومات في سلك جمد لين بتأثر مسكابة وشر سيكورت جمدو أمران من تكتات لوت يمتال إلى النبي صلى الله عليه وسلم اللهم سبحانه وتعالى إيك استسلمت عندك الرب قرآن لي من إلى النال فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة كما دنجت النسمة أباتشون ونمستبابكت فقد جاء أشراطها برقتكو ملكتو ترامت طوال علامات أشراط عمارات يكام كان ملكتك زاري امنا يو
የቂያም ቀን መቀረብን የሚገልጸው ፊትነቱ መሲህ ደጃል ደጃል ስለሚባል ፍጡር ነግራችኋለሁ። ፊትነቱን አዚማ ትልቅ ፈተና መሬት ላይ የሚከሰትበት ነው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙስሊም በተዘገበው ሐዲስ ላይ ምን ይላሉ? ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة ما من أمر أكبر من الدجال. الله أكبر آدم انت فتربت كذي جمره اسك يوم القيامة عند الدجال عين السفنة مريت التستنى قد ملال بدعام كباد ستنى. ورواه ابن ماجي في سننه والحاكم في مستدرك من حديث أبي أمامة الباهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي هاتين إهن تستسينا قروا من الله إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ خلق الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال. الله أكو يا آدم انزروت شمرت ليك بسنا بعلا اسك يوم القيامة إن الدجال عين فتنا بأمة الشلي على كم. وإن الله لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال. فملكته አላህ ምንም ነብይ አላከ ኡመቶቹን ከደጃል ፈተና እንዲያስጠነቅቁ ያዘዛቸው ቢሆን እንጂ ደጃል ሊባል የሚመጣ ፍጡር አለ ኡመትህን ንገር እየተባለ ያልታዘዘ ነብይ የለም። وانا اخر الانبياء እኔ ደግሞ የመጨረሻው ነብይ ነኝ። وانتم اخر الامم እናንተ ደግሞ የመጨረሻ ህዝቦች ናችሁ የመጨረሻ ኡመት ናችሁ። በእነዛኞቹ አልወጣም وهو خارج فيكم لا محاله بان انت موطات طرطر يلو يوطال ان انت جاء وان يخرج انا بين اذكركم فانا حجيج لكل مسلم اني بهوتي يالو كوطال الصحابوت اني مسلموچو طبقا تكراكاري ني اني تكراكاري اسوتين وان يخرج من بعدي كني بوالا جنب امتوچ لي كوطا فكل امرئ حجيج نفسه ياندان مسلم يراسو طبقا تكراكاري نو. والله خليفتي عليكم والله دغمو بنانته لي يتوكوت متكي نو الله يطبق امتي نسيلو نبي صلى الله عليه وسلم استنلفو. مسيح الدجال دجال مسيح ميلو قال بديناچن لولت گلسبوش تفطال عند لتعلاقو نبي نبي عيسى مسيح يسوس انلوال. مسيح الدجال دغمو لدجال تفطال مسيح ميلو قال له ابن الاثير تعلمي قوانقا مورناچو من الى لو سمي المسيح مسيح يتبانو كو دجال قال لان عينه ممسوح عند عينه يتابس يطفى سلونه نوع يدجال عين مندنو يطفى دجال السلام انتبال دجال كعرباوي دجل كميسرو قاري متان دجل معناته غطى الحق بالباطل حقا بوشت ميالاب وشسام معناته በጣም ዋሾ ስለሆነ ደጀለ ሚለው ደጃል አሉ አጋን ነው ካዚብን ከዙ እንደምን ነው ማለት በጣም እጅግ ውሸታም ነው። መሲህ የተባለ አይኑ ስለጠፋ ነው ነብይላ ኢሳ ሳ መሲህ የተባለ ለምን لانه قالوا اذا مسح يشفي الناس من الامراض باذن الله بالله فقد مسح ማለት አበሰ ማለት مسح الخفين خف ما بس እንደምን ነው ነብይ ኢሳ አለይሂ ሰላም الله ከሰጣቸው ተአምር ሰዎችን ታመው ሲዳሷቸው ቆዳቸው ተበጣጥሶ ሲዳሷቸው ቁምጥናው ላይ ለቃቸው ነበር። መሲህ ተባሉ ወኡብሪ አልአክመሀ ወልአብረሰ ወኡሂይ አልመውታ ቢኢዝኒ ላህ ሙታንን ይቀሰቀሱ ነበር የታመመን ሲዳሱት ይድን ነበር። ለዚህ ምን ተባሉታቸው? መሲህ ተባሉ። የሁለቱ ልዩነት እንዲህ ነው። مسيح وصفه دجال في قرصه من عينة فطور نبي عشر صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى دجال بهل معصيين لنا فطرة من عينة عندهم يقول رجل واند نوال رجل من لو كان لجنم لسوم هنا وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. رجل من لو كان لسو لشيطان موالي شلال لجن رجل ميلو قال علماء اشتقال لقبت كشيطان زرنو دجال ميبالو فطور ويس كسو زرنو ابزان يوتو ائمة وج كسو زرن ميوتا ليستي على فطور نوال كفل وجو دقمو نو كجن زرنو بسو تمثلو نمي متال
على كل حال رجل وندنا أحمر أينا جعد الرأس رأس مجقد صبر يتقطع أرنا أعور العين عن دين يتفانا كأنه عنبة طافئة عين لسك وهو يتوسد وين يتاك الله وستل عند زاي مثل الإلال وصفه دجال في التاي بل إلام حديثاته للنبي صلى الله عليه وسلم مسلمنا بخاري بحسر أنه قلت لي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله نبي عمي سوج مع القوم الناس الله أنهم يقبون مثل أنا قاد الرسول هذا ثم ذكر الدجال دجال الناس صوصوا لنا فقال إني لأنذركم أني أستنسك أستهلوا قالوا لصحابته وما من نبي إلا وقد أنذره قومه ما من نبي قال مثلا حزبوتن دجال ان يستنكك بهون جي لقد انذره نوح قومه نبي الله نوح يزاري سنت شامت فلا دجال استنكك او جوال ولكن قال رسول كلهم بيستنككم نغيرن اقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومي ما من نبي لحزبوتو يالنغرون ليس كان ملكس انغراتو حلو من قالوا تعلموا اوقوا قال رسول انه اعور دجال عندنا امانه وان الله تبارك وتعالى ليس باعور الله عندنا ما ادل مع النبي صلى الله عليه وسلم سيدي دجال مندنو عندينو يتصافطور نو دجال النبي صلى الله عليه وسلم تلك فتنا سلهنا تتنقطن يسو مننت اندناقو غلص ملكتي ستونال رواه مسلم من حديث حذيفه بن اليمان حذيفه باستلالفوت حديث لي نبيات من يلالو مكتوب بين عينيه كافر كدجال كو كعينوچو ماكل كافر من صحف الله الله اكبر يقراه كل مسلم كاتب وغير كاتب اين دغبو مانياو مسلم يونسو ميصفم يون يتمارم يون يالتمار يانبوا على دجال بنبار لي منال كافر وفي روايه مسلم بسرال قوس دغبالي جنبارو لي كاف فا را مصوفا كافرا مانياو مسلم يانبوا على سي دجال ليلا وصفو جنبارو يوطا فطور نو انغتو كراسو جاي يتمم دجال سيرامد انيا فيتلفيت نو منرامدو اندي نو ميرامدو يلال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عقيب له لسو ذر يلوم كحالو يتقارطه نو ذر يلوم يلونن غبط طبلو نو ميهدو يلال رسول انديس اندي يسلو لنا ياچو اد الامانه صلى الله عليه وسلم كل شارو دجالن اندن ليهو ميمطا تلك فتنا نو مسلموچ يغافطو فال ماننتون اندياقو ييتقومون نو عينو عينو አሉ አንደኛው የፈረጠ ወይን ይመስላል የጠፋ ነው አንደኛው ደግሞ ከዙጃጅ ልክ እንደመስታይት አረንጓዴ አይን ያለው አሉ ጣም ያስፈራ እንዲስታየው አንድ አይን ነው ያለው የሚለውን የዘመኖቹ አንዳንድ ዳዒዎች ያዙና ደጃል ማለት የሚመጣ ፍጡር አይደለም ቴሌቪዥን ነው አሉ ቴሌቪዥን አንድ መስኮት አይደል ሌሎቹ ደግሞ ትንሽ የተማር ነው ያሉት ደጃል ማለት የሚመጣ ፍጡር አይደለም the western civilization the material civilization ايه የነጩ ስልጣኔ በቁስ ነው እንጂ የተለጠው በመንፈስ ወድቀዋል አይደል ሩሂ ነገር ይላቸዋል አላህ አቋ ይፈግሩ የተለጠው በህንጻው በቁስ ነው የተለጠኑት እነሱ ማለት ነው አንድ አይም ያላቸዋል ይሄም ያለም አይደለም ደጃል ትክክለኛ ፍጡር መሬት ላይ የሚከሰት ነው ደጃል ፈተናውን ከባድ ያደረገው ለምን ይመስላችኋል ጥሪውስ ምንድነው ደጃል ወደ ህዝብ ሲወጣ ምን ብሎ ነው